مرحبا بكم في مدرسة الراس الدولية لعلوم الصحة. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام، اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينيرني إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة بوشبان التعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي نصوره في مدرسة الراس الدولية لعلوم الصحة، متواجدة في مراكش جليز شارع يعقوب المنصور. هذا البرنامج الذي قمت بعنوانته بالأساليب المعتمدة، وبالتالي فسنرى الأساليب التي اعتمدها الكاتب في بناء النص وعرض مضمونه. ونحن خلال هذا البرنامج سنتحدث باستفاضة عن السؤال السادس من الأسئلة السبعة. كما تعرفون أن الامتحان الجهوي يحتوي على النص ثم بعد ذلك أسئلة سبعة خاصة بتأطير النص والفهم والتحليل والتركيب، وأنا سأرفعكم السؤال السادس والذي يكون فيه كسؤال الأساليب المعتمدة في بناء النص وعرض مضمونه. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.